لا هو يعني بيخلص البنات معاك؟ اه معي. اه سامعهم؟ اه نفس الصورة؟ اه تمام كده اسأل. السلام عليكم، معايا بنات؟ وعليكم السلام وحضرتك يا مستر. تمام يا شباب، تمام، شكرا يا استاذه. 10 دقايق كده وكمل. حاضر، ماشي باذن الله. يلا بنات، كلمه هند تعرب ايه؟ سلمت على المتفوقه هند بدل بدل. تمام، لان المتفوقه هي هند وهند هي المتفوقه، خلاص يبقى هند بدل. طب بالمناسبه بدل، بدل ايه؟ بدل نوعه ايه؟ مطابق مطابق. مطابق طيب يبقى بدل مطابق مجرور، لان كلمه مجرور المتفوقه اسم الفتحة مجرور، بس هنا علامه جره الايه؟ الفتحه. يعني اضبط احط ايه؟ فتحه على الدال، اقول هنده، ما اقولش فتحتين، ما احطش فتحتين. اه اتعاملي معاها لانها ممنوعه من الصرف، يبقى فعلا ايه؟ احط فتحه واحده، يبقى سلمت على المتفوقه هنده. ده كلام رائع. تمام، آخر قطعة معانا إن شاء الله، محافظة الإسكندرية. الحق يا أولي الألباب أن نسعى في طلب العلم ابتغاء التقدم، كما تقدمت دول كثيرة تنافست في طلبه وصارت لها المنزلة الأولى في جميع المجالات الأدبية والعملية والفنية، ونعم ما صنعت. أفلا نأخذ الدرس من الشريعة تعاليمها وآدابها، فنبذل الجهد راجين التقدم. يبقى احنا قرأنا القطعة، تمام. أن نسعى في طلب العلم ابتغاء التقدم، والتقدم تعرب إيه؟ مضاف مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، كما تقدمت دول كثيرة. نعم نعت، نعت ماله؟ يبقى كلمة دول تعرب فعل مرفوع على رفع الضمة. يبقى نعت مرفوع علامة رفعه الضمة. تمام، تنافست في طلبه وصارت لها المنزلة. اسم سارة. اسم سارة مرفوع علامة رفعه الضمة، لأن معايا فعل ناسخ هو صار، يبقى صارت لها المنزلة. تمام، طيب نبذل الجهد راجين التقدم، نبذل الجهد راجين التقدم. حال منصوب. حال منصوب وعلامة نصبها، حال منصوب وعلامة نصبها الإيه؟ الياء، وعلامة النصب الإيه؟ الياء. استخرجي بدل وبيني نوعها. تعاليمها. يبقى كلمة إيه؟ تعاليمها. ونوع البدل هنا ايه؟ اشتمال. اشتمال، تمام. منادى وحددي نوعه. يا أولي الألباب قولي. مضاف يا أولي شبيه الألباب ها، مضاف ولا شبيه بالمضاف؟ مضاف. مضاف. تمام، ده منادى مضاف. أولي الألباب أصلها أولين، وحذفت النون للإضافة لأن بعدها مضاف إليه، فالمنادى اللي بعده مضاف إليه، يبقى هو فعلا منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الياء، بنقول عليه ملحق بجمع المذكر السالم. الكلام ده هتاخدوه بعدين إن شاء الله. هاتي ممنوعة من الصرف وبيني سبب المنع. هي الأولى بس مش عارفة ليه. دي أولي المجالات، دي أولي، لكن لها المنزلة الأولى. الأولى، ممتازة ما شاء الله عليك، لكن مش أولي دي، لكن هي الأولى، لها المنزلة الإيه؟ الأولى. ده اسمه اسم مقصور، اسم إيه؟ مقصور، أو اسم مختوم بألف التأنيث المقصورة. طب في كمان ممنوع من الصرف، المجالات. ممكن يستر يقول ابتغاء. ابتغاء، بصي بقى يا ستي، كلمة ابتغاء هي كلمة ابتغاء اسم ممدود أو اسم مختوم بألف التأنيث الممدودة، بس ما تنفعش تبقى ممنوعة من الصرف، مش أصلية، لأن لازم الحروف اللي قبلها لازم تكون الهمزة زائدة للتأنيث، لازم تكون الهمزة زائدة للتأنيث. يعني يبقى خليكي معايا شوية في الموضوع ده،
لازم تكون الهمزة زائدة للتأنيث. الكلمة أو الاسم اللي آخره ألف وهمزة عشان يكون ممنوع من الصرف، لازم لما أجيب الماضي ما لاقيش في الماضي همزة ولا ألف، ما لاقيش في الماضي همزة ولا ألف. يعني كلمة علماء، هات الماضي، علم، ما فيش همزة ولا ألف. كلمة شعراء، هات الماضي، شعر، ما فيش همزة ولا ألف. لكن كلمة ابتغاء، هات الماضي، ابتغى، يبقى في ألف أهو، صح كده؟ يبقى الهمزة هنا اسمها منقلب عن أصل. الكلام ده تعرفوه أكتر إن شاء الله بتفاصيل أكتر السنة الجاية، لكن إحنا السنة دي بنقول لكم لما أجيب الماضي ما لاقيش الماضي في همزة ولا ألف. هو ده الشرط في الموضوع ده، الكلمة اللي أخرها ألف وهمزة عشان تكون ممنوعة من الصرف لما أجيب الماضي ما لاقيش همزة ولا ألف. قسيها بقى على أي كلمة، زي كلمة شعراء، كلمة علماء، كلمة خضراء، كلمة صحراء. كلمة أبناء وأعداء ما تنفعش، لأن الهمزة هنا منقلب عن أصل. فإحنا بقى أنت مش هتفهم بقى الهمزة منقلب عن أصل وزائدة للتأنيث وأصلية والكلام ده، وما لا أعرف فيها أستاذ دلوقتي لما أجيب الماضي ما لقيش همزة ولا ألف، هي دي اللي أنت تعرف فيها دلوقتي. فهنا ابتغى ده في ألف أهو، يبقى منقلب عن أصل ما تنفعش، ممنوعة من الصرف. لكن في كلمة تانية ممنوعة من الصرف في السطر الثاني، المجالات. كلمة المجالات جمع مؤنث سالم، ما تنفعش، لازم يكون جمع تعليم. كثير، ممتازة يا بنتي، تمام. كلمة تعليم، يبقى تعليم فعلا جمع ايه؟ تكسير في ألف بعد الألف ثلاث حروف. ايه؟ نعم يا بابا. مستر معلش، هو لو جبنا الفعل الماضي الالف يعني ينفع الاقيها في الاول وفي الاخر؟ لا، ولا لازم يعني؟ لا، انا بتكلم على الالف في الاخر، انا بتكلم على الالف في الاخر بس، ماليش دعوه بالاول خالص، يعني في الاخر بس، لكن في الاول دي ما لا، في الاخر بس. اذا كان الاخر في الف ما تاخديهاش، ممنوع من الصرف، خلاص كده. طب هي لازم تكون الف مهموزه، الف على همزه؟ اه، لازم يكون الف عليها همزه، يعني في الكلمه نفسها، زي كلمه ابتغاء وكلمه ابناء وكلمة أعداء، دي ما هيش ممنوعة من الصرف لأن الماضي منها في ألف. طب أخدها إزاي ممنوعة من الصرف؟ لو الماضي ما فيهوش همزة ولا ألف، زي كلمة علماء الماضي علم، شعراء شعر، خضراء خضر، صحراء صحر، ده كله ممنوع من الصرف، خلاص كده؟ تمام، شكرا مستر. تمام. كلمة مستر، طب هي كلمة يا مستر، كلمة أعداء لما هنرجعها للماضي هتبقى إيه؟ عدا، الماضي الأصل منها عدا، يبقى أخرها ألف، أخرها ألف. طيب يبقى الهمزة في كلمة أعداء منقلب عن أصل لأن فيها ألف، عدا يعدي، يبقى أصل الألف هنا ياء، تبقى منقلب عن أصل ياء، يبقى أعداء مصروفة مش ممنوعة من الصرف. وعايزة تتأكدي من كلامي، في سؤال جاي بالتحديد في امتحان محافظة الدقهلية في كتاب الامتحان، جايب له كلمة كم من أعداء وكم من علماء، كم من أعداء وكم من علماء. بس مش هي، مش مهموزة كلمة أعداء، ما فيها ألف وهمزة، هي ألف وبعدها همزة، بس لما جيبها بالماضي فشان. أيوة، لما هات الماضي من أعداء عدا، يبقى فيها ألف، يبقى عدا، لكن الكلمة نفسها فيها ألف وهمزة، لكن الماضي ما بيكونش فيه همزة، يعني الكلمة نفسها اللي فيها ألف وهمزة يبقى أعداء. فالسؤال أنا يعني هرجع لكم ليه أهوت في محافظة الدقهلية في امتحانات السنة اللي فاتت، قال له كم من أعداء وكم من علماء، اضبط كلمة أعداء وكلمة علماء، يبقى أعداء مصروفة، يبقى كم من أعداء. طب كم من علماء، ممنوع من الصرف، يبقى كم من علماء، يبقى جاب له كلمة مصروفة وكلمة ممنوعة من الصرف، وقال له اضبط الكلمة دي والكلمة دي، تمام كده؟ فهمتوا يا بنات؟ مستر طب معلش آخر سؤال، مع اتفضلي يا بابا. مستر لو سمحت اتفضلي.
مستر طب واحنا لو رجعناها في الماضي لازم تكون ألف، ولا لو رجعنا الفعل في الماضي لازم تكون ألف، ولا يعني يه اللي هي بتبقى الالف اللينه يعني. نفس نطق الألف؟ ايوه الف، نطقت الف ما تاخديهاش ممنوع من الصرف، سواء كانت مكتوبه الف. تمام. يعني مثلا لما اقول كلمه اهتداء، اهتداء، هات الماضي كده، فده الماضي هدى صح كده، هدى، الالف بتبقى مكتوبه ايه زي ما انت بتقولي، الالف اللينه اللي هي زي الياء، ما تاخدهاش ممنوعة من الصرف. خلاص؟ تمام. تمام؟ طيب فين بقى الممنوع من الصرف التاني؟ احنا قلنا عليه كلمة ايه؟ تعاليم. يبقى عشان صيغة منتهى الايه؟ الجموع. وعند صيغة منتهى الجموع اقف شوية اكلمكم فيها، صيغة منتهى الجموع جمع تكسير في ألف بعد الألف حرفين أو ثلاثة، هنا بعد الألف ثلاث حروف. ما بعدش الضمير بقى، الضمائر ما بتتعدش، يبقى لام وياء وميم، لازم يكون الوسط ياء، يعني تعاليم، بساتين، مساكين. لكن كلمة عمالقة وصيادلة وفلاسفة وصيارفة، طب وبعد الألف ثلاث حروف بس الوسط مش ياء، يبقى ما تنفعش، ممنوع من الصرف. عمالقة وصيادلة وصيارفة وجهابذة وفلاسفة، ما تنفعش، ممنوع من الصرف. يعني من عندي كلمة تلاميذ وتلامذة، تلاميذ بعد الألف ثلاث حروف الوسط ياء، تنفع ممنوع من الصرف، لكن تلامذة تنفع؟ ردوا عليا، تلامذة لا ما تنفع؟ تنفعش. ما تنفعش لأن هي لا ما مصروفة لا ما تمام. تنفعش. لا وممكن يعني تحفظوا صيغة منتهى الجموع ديت، يعني جملة بسيطة كده، بتبقى خمس حروف الوسط ألف أو ست حروف الخامس ياء، هذا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، ستة خميسهم ياء، ستة خميسهم ياء، أو خمسة وسطهم ألف، زي كلمة فضائل، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، يبقى خمسة وسطهم ألف، خمسة وسطهم ألف، أو ستة خميسهم ياء، خمسة وسطهم ألف أو ستة خميسهم ياء، هي دي صيغة منتهى الجموع. تمام يا بنات؟ تمام تمام. طيب ده بالنسبة للممنوع من الصرف. هاتي أسلوب مدح وعين المخصوص. يا ماما صنعت نعم ما صنعت، نعم ما صنعت، يبقى نعم هي. الحق طيب فين بقى ال حق المخصوص؟ يعني الحق يا أولي الألباب أن نسعى في طلب العلم ابتغاء التقدم، كما تقدمت دول كثيرة تنافست في طلب وصلت لها المنزلة الأولى في جميع المجالات الأدبية والعلمية والفنية، ونعم ما صنعت، نعم ما الناس صنعت، في طلب العلم. نعم ما صنعت إيه؟ طلب العلم. طلب العلم إن هو بيتكلم عن طلب العلم اللي الدول عملته وصلت لما وصلت إليه، يعني نعم ما صنعت طلب العلم. يبقى المخصوص محذوف، ويجوز حذف المخصوص، يجوز حذف المخصوص لأنه بيبقى مفهوم من الكلام. يعني بالمناسبة بقى لما أقول مثلا التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة، فبئس الرجل، وروح ساكت، يبقى بئس فعل ورجل المدخن المدخن يعني. تمام كده، بئس رجل المدخن. طب ممكن اقول التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة، فبئست العادة، التدخين تدخين يعني. تمام، بتبقى مفهومة ومعروفة ان انا بتكلم عنه. يعني ده كان اسلوب الايه؟ المدح، نعمة ما صنعت. اما بالنسبة للمفعول لاجله، المفعول لاجله، فين المفعول لاجله؟ ابتغاء. ممتازة، تمام، ابتغاء، أن نسعى في طلب العلم ابتغاء التقدم. يبقى والمفعول لأجله بتعرفيه إزاي؟ بسأل ما قبله بلماذا، لماذا نسعى في طلب العلم ابتغاء التقدم، يبقى ابتغاء مفعول لأجله منصوب علامة نصبه الفتحة. آخر سؤال معانا يا بنات، يا مصريون تنافسوا في طلب العلم، حدد نوع المنادى.
نكرة نكرة مقصودة مصريون. نكرة مقصودة، تمام. علامة الإعراب إيه؟ هو مبني منادى على نكرة مقصودة الضم، مبني على واو. إيه؟ مبني على الواو، ممتازة ما واو شاء الله. طب لو أنا عايز أخليه نكرة غير مقصودة، مصريين يا مصري. مصريين، تمام ما شاء الله عليكم، بارك الله فيكم ما شاء الله، يعني سعدت بكم، وإن شاء الله نلقاكم على خير بإذن الله في لقاء قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستر ماشي، ممكن أسأل سؤال؟ لا طب السلام ثواني عليكم ثواني يا فندم، اتفضلي اتفضلي يا بابا مستر. اتفضلي. هو في أسلوب المدح وعين المخصوص، أقول المخصوص اللي هو طلب العلم ولا أقول اه المخصوص؟ محذوف وتقديره طلب العلم، محذوف وتقديره طلب العلم، تمام، شكرا. تمام. حد عنده أي سؤال تاني؟ أي سؤال تاني؟ لا يا مستر، شكرا لحضرتك. لا تمام، شكرا يلا لحضرتك. يلا، ربنا يوفقك، ربنا يوفقك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. وعليكم السلام. وعليكم السلام.